الله وبركاته. الفيديو هذا رح نناقش فيه حالتين، حالة المريضة الربوي وحالة المريضة اللي عندها خصور قلب. الفيديو جاوب التخدير وشو هي الاستطبابات ومضادات الاستطباب لكل تخدير. أولاً هذا المريض الربوي، مريض 50 عام، وزنه 100 كيلوغرام، بده يعمل استئصال رقبة. لا يوجد مشكلة قلبية، فقط مشكلة ربوية. التخدير هو التخدير العام، كيفية الإجراء؟ قياس النمو الوراني، هذا مطلوب منا. عندنا في كل تخدير يوجد ثلاث اختلافات وثلاث اعتبارات. اعتبارات التخدير هي شو هي؟ هي اعتبارات متعلقة بالمريض، والاعتبارات متعلقة بنوع التخدير، والاعتبارات متعلقة بالعمل الجراحي نفسه. فالاعتبارات متعلقة بالمريض هي الأمراض المرافقة للمريض. نحن أكثر شيء مهمة هي الحالة القلبية وحالة وظائف الكبد ووظائف الكليتين. الحالة السببية بتشرح انه ما في لا مشكلة قلبية، تم اجراء استقصاءات جميعا، انه ما في مشكلة قلبية، عندنا فقط مشكلة قلبية. اما الاعتبارات المتعلقة بنوع التخدير فهي بتشمل الادوية المختارة والاستطبابات، هي الادوية مضادات استطباب الادوية البائية والمحاذير اللي احنا لازم نتعامل معها في هذا المريض نفسه. فهون هي رح نناقشها لحالها. اما الاعتبارات المتعلقه بالعمل الجراحي نفسه، الاعتبارات المتعلقه بالعمل الجراحي هي الوضعيه الجراحيه، هي اهم شيء، وضعيه الكب البطني، وضعيه السقاء الظهري، عمل الوضعيات الشاذه، هذه كلها هاي الاعتبارات. بهيك عمليات بكون في عندنا وضعيه الاسترقاء الظهري، لان العمليه جراحيه. لو كانت عملية تنظير رح تكون وضعية مختلفة، رح تكون وضعية فولر. هلا نجي على الاعتبارات المتعلقة في المريض. اعتبارات التعليق المريض تشمل معرفة القصة الدوائية اللي عم تناولها المريض اللي هي رمزة HX. معرفة القصة الدوائية غالبا مرضى الربو بتعالجوا بالستيرويدات القشرية اللي هي اسمها الكريكوستيرويدات ستيرويد. فهذول المرضى لازم ينعطوا خلال العمل الجراحي ستيرويدات خلال فترة التحضير للعمل الجراحي. القاعدة بتقول انه اي مريض وضع على العلاج بالسترويدات في فترة قبل العمل الجراحي لمدة 6 سنوات يجب تحضيره بالسترويدات. اي مريض بفتره العمل اللي قبل العمل الجراحي اللي مضت ب6 سنوات تم علاجه بالسترويدات القشريه اثناء العمل الجراحي والتحضير لازم ينعطى سترويدات قشريه. هذا شيء مهم. الشغله الثانيه المهمه انه هذول المرضى غالبا بيتعالجوا بنايضات بيتا. نايضات بيتا قصيره الامد مثل السالبوتامول. فهذا المريض لازم في صباح العمل الجراحي ياخذ جرعه سالبوتامول مره ثانيه قبل العمل الجراحي، ونتاكد ان المريض يتناول دوائه بانتظام. لازم نتاكد كمان ان المريض يتناول هذا الدواء بانتظام. الاعتبارات المتعلقه بالتخدير رح تشمل هي الأدوية واستطباباتها ومضادات استطباب خاصة بالأدوية. فأولا مرضى الربو الدواء المفضل للتخدير هو الكيتامين. الكيتامين بيعطى كيتامين بجرعة 1 حتى 2 ملي جرام الكيلو جرام. المسكن المختار هو الفنتامين بجرعة 1 حتى 2
ميكرو جرام على الكيلو جرام. اما المرخي العصبي العضلي فالمختار قوي، اما العروق الرؤيه او سيز الكربون. الروكورونيوم ما في ولا مرجع يقول ان الروكورونيوم بيسبب تحرر الهيستامين. اما السيزاكربورين في بعض المراجع ذكروا انه في حالات نادره تم تحرير الهيستامين نتيجه استعمال السيزاكربورين. نحن فينا نستخدم الروكورونيوم وفينا نستخدم سيزاكربورين. الاعتبار التخديري بهي العمليه انه نحن نحافظ على المريض ونخليه بحاله واقيه من حدوث نوبه الربو. نوبه الربو في سياق التخدير قد تكون قاتله للمريض. ممكن يصير مواد تشنج خصوبات، ممكن في حاله الصحه بعد سحب الدروب يصير كانت تشنج حنجره وبعد نقدر ندبر المريض، فالمريض وحيد على حصول تنفس جاري للعمل الجراحي واحتمال كبير يزال. نحن لازم نعطي المريض ستر ايام قبل العمل الجراحي، ونعطي المريض خلال العمل الجراحي ادويه ما تحرر الهيستامين مثل الكيتامين. الكيتامين مفضل جدا لانه موسع عصبي ولا يسبب تحرر الهيستامين، بينما السيومدات والنزلونان يسبب تحرر الهيستامين ويسبب النوم الربوي، لذلك هرمون مضاد استقطاب. البروبوفول يحرر الهيستامين، ولكن آمن جدا لمرضى الربو، ما بيعمل أي مشكلة، محرر وموسع عصبي كمان. فينا نستخدم البروبوفول، ولكن الكيتامين طالما ما في له مضاد استقطاب فما له أي منازع. بالنسبة للفنتامين، الأفيونات هي كلها بتحرر الهيستامين، ولكن بتختلف شدتها بين النواة والثاني. مضاد الاستقطاب الأول هو المورفين، بينما الفنتامين يحرر الهيستامين بقدر غير مهم بالنسبه للتخدير. المرخي العضلي الاول هو الروكورونيوم اللي ممكن نستخدمه، اما الثاني هو سيز اتراكوريوم. باي مرجع نستخدمه مثل اتراكوريوم مثل باريون، هذول لاني راح يعملوا نوبه قويه لدى المريض، وتكون حاله المريض حاله سيئه خاصه بالفتره التاليه للعمل الجراحي. اما بالنسبه للغازات الدواء المفضل هو الهامدام. الهامدام بيسبب توسع قصبي مناسب شدته لشده الكيتامين، فهو دواء مفضل جدا. ولكن في نقطه انه مريض عنده مراره، اذا كان عنده الحاله انه لا يوجد مشاكل نهائيه، اذا كان عنده ولكن كان عند المريض مشاكل في الكبد يجب تجنب الهامدام بسبب وجود شك او التهاب الهرمون لاحداث هزيه الكبديه في سياق التخدير. ماكي هرمون معروف بصفه اصلي 80%. نحن بنستخدمه في سياق التخدير من 0.8% حتى 2%، وذلك حسب قيمه الضغط الشرير. خيار ثاني غير الهرمون فينا نستخدمه هو الايزوفلوران. نستخدم الماء الخاص بالايزوفلوران 0.7 لحد 1%، كمان حسب قيمة الطاقة. هيك بكون خلصنا من الأدوية. دي عندنا الحالة العامة. بسياق التخدير طبعا الربو هو مرض تنفسي. كل الأمراض التنفسية أثناء تخديرها أي مريض مصاب بامراض تنفسي اثناء التخدير بندعمه باكسجين عالي. نسبة الاكسجين الآمنة FiO2 الآمنة هي 60%. نخلي المريض على هي نسبة من الاكسجين 60% خلال التخدير حتى بفترة بعد العمل الجراحي، نطالع المريض على قسم العلاج نحطه على ماسك او نحطه على قنية، القنية ترفع ل 40. إذا كانت أمور المريض تمام بخير فهذا شيء جيد، ما كان بنحطه على قناع أو شيء. احتمال نوصل لل 100% على قناع الوجه. المهم انه المريض ما يطلع بالقصور التنفسي في حال حدوث نوبات الربو. في حال حدوث نوبات الربو في الفتره التاليه للعمل الجراحي، احنا شو ممكن نستخدم؟ ممكن نستخدم سلفات المغنيسيوم. سلفات المغنيسيوم بتوسع القصبات وتقلل من تحرر الطرق الهوائيه، من تحرر الهيستامين وتحسن من ضغط الطرق الهوائيه، لذلك هي دواء جيد، ولكن الدواء النوعي ما
والادرينالين. الادرينالين في هيك حاله يقطع تحت الجلد. ولكن في حاله المستشنج حنجره يقطع في الوريد. يقطع وريد يعني الجراحيه من 0.3 حتى 0.5 ملي جرام. جرعه التحليل كامله. ما بعرف كيلو جرام جرعه التحليل كامله. حطينا 0.3 حتى 0.5 ملي جرام. تحت الجلد في حال كان مريض عنده نوبة ربوية ولكن ما صار عنده تشنج حنجرة، حالة تشنج الحنجرة بهيك حالة هي حالة خطيرة مبكرة للوفاة. نعطيه مرينيا إذا صار عنده تشنج الحنجرة. بالنسبة لسلفات المغنيسيوم المشاكل الناتجة عنها هي هبوط الضغط. هنا نحن في سياق التخدير بنحط 2 جرام على اللتر ونسربها تسريب. الادرينالين جدا بيسرع القلب ولكن المريض ما عنده مشاكل قلبيه نهائيا فلذلك هو جيد. ولاحظ اقول لك ان الادرينالين هو الدواء النوعي في الصدمه التحسسيه، يعني مش بدك تكشف. الادرينالين هو الدواء النوعي في الصدمه التحسسيه، يعطى المريض تحت الجلد أو يعطى في الوريد في حال حدث تشنج الحنجري. بالنسبة للصحو، الصحو هذا من الاعتبارات التخديرية. بالنسبة للصحو لازم يكون صحو المريض هادئ، يتجنب الربط ويتجنب الأزياد. من أجل الصحو الهادئ في عندنا شغلتين ممكن نعملها، الأولى بنعطي جرعة بروبوفول للمريض. جرعة صغيرة تحت قيمة الجرعة التخديرية تكون تقريبا حوالي 40 ملي جرام. السبب انه نعمق التخدير نفسه. هاي بدل ما نعطي بروبوفول نفتح الغاز اكثر، نعطي غازات انشاقية قبل الصحو. هذول التنتين يعني باب عميق. الشغله الثانيه اللي فينا نحن نعملها انه نحكم ليدوكاين ورينيا. الجرعة الخاصة بالليدوكاين هي من 1 حتى 1.5 ملي جرام على كيلو جرام. بالنسبة لحكم الليدوكاين ورينيا ذكر بعض المراجع، الثانية قالت انه ما في فائدة منه. يفضل انه يحكم في سياق المباشرة التخديرية وليس في سياق الصحو. هدول النقطتين مهمات، احنا ما بنستفيد منهم ان شاء الله. ضل عندنا هلا الخطوة الثالثة. انقياس النبوغ. قياس النبوغ الوقائي عند مريض مصاب بالربو لازم يكون اصغر من النبوغ لمريض غير مصاب بالربو. فإن مريض عمره 50 عام فالاختيار النبوغ رح يكون قياسه من 7 حتى 7.5 اي. طبعا حالة السريرية بتروح احتمال نستخدمها من المريض بتمعنى. بينما مريض مع الربو نستخدم من 6.5 حتى 7. هذا بالنسبة لاختيار المريض. شو السبب؟ السبب حتى نقلل من الضغط على الرقبة والحنجرة. بين قوسين التمليل
اللطيف. تنبيه لطيف. حتى نحن نجد التنبيه اللطيف لازم يكون في عندنا شغلتين. الأولى غياب المنعكسات. والشغلة الثانية تقليل الربط. حتى نقلل الربط لما ناخذ مكوب صغير. ناخذ منه مكوب صغير ونقلل قد ما فينا من محاولات التنبيه الفاشله. اذا شخص ما عنده خبره بالتنبيه لازم ما يقرب على مريض الربط. غياب المنعكسات بتصير تعميق التخدير. شغله ثانيه اعطاء مسكن قبل المورفين. حتى المريض ما يشعر بالالم، لما نحن عم نعطي مسكن قبل المورفين المريض ما راح يشعر بالالم، ادخال وضع النبض الرغامي هو امر سيء ومؤلم جدا بالنسبه للمريض. ضل في عندنا بقيه الاسئله انه هي ما جرت المعاكسه. شو هي الجرعه اللي ممكن استخدمها بالتخدير الوريدي الكامل؟ في حال ما كان عندنا لزق اضطرينا استخدام التخدير الوريدي الكامل راح نستخدم للتسريب البروبوفول. البروبوفول موجود في الطبيعه من جرعته من 20 25 حتى 200 ميكروغرام كيلوغرام على الدقيقه. هي جرعة البروبوفول التسريب. الجرعة الثانية اللي عملناها هي من 3 إلى 4 ملي جرام كيلو جرام على الساعة. هاي بالنسبة للتخدير الوريدي الكامل. إذا ما استخدمنا غازات إنشاطية بنستخدم البروبوفول وبنعطي المريض جرعة من 25 إلى 200 ميكرو جرام كيلو جرام في الدقيقة أو من 3 إلى 4 ملي جرام على كيلو جرام في الساعة. أما بالنسبة للمعاكسة معاكسة المخيلات، إحنا عندنا قدامنا خيارين، الأول هو السيز أتراكوليوم. السيز أتراكوليوم معروف إنه هو ما بحاجة للمعاكسة، لا يحتاج المعاكسة. أما الثاني الروكو رونيوم. الروكو رونيوم مستقبلاته خارج الجسم. لذلك لا يحتاج معاكسة. كمية السوائل بقى عندنا هذا آخر سؤال. كمية السوائل لازم أعطاها للمريض والحجم الجاري اللي لازم اعطيه في ظل وضعه على المدرسه. راح نبدا بكمية السوائل. كمية السوائل اللي لازم تنعطى للمريض تشمل الاولى حاجة الصيام. الثانية هي حاجة الاستمرار. اثناء اي مريض ينحط على عمل جراحي بتخدير عار جراحي او شو ما كان عنده حاجه صيام لازم نعوضه وحاجه استمرار. حاجه الصيام تساوي حاجه من السوائل في الساعه مضروبه بعدد ساعات الصيام. الحاجة في الساعة تساوي تحسب من خلال قانون 4-2-1 4 ملي على كيلو جرام في أول 10 كيلو جرام من وزن المريض. ثاني ساعة ثاني 2 ثاني 10 فيها 2 ملي على كيلو جرام. لثاني
10 كيلو جرام من وزن المريض، واحد مني عن كيلو جرام لبقية وزن الجسم. هذا الكلام كلياته نستنتج انه المريض حاجة، اول 10 بياخذوا 40، ثاني 10 بياخذوا 20، بقي قديش وزن المريض؟ 100، 10 20 ضرب 80 بياخذ 80 مني، فهو بحاجة إلى 140 مللي على الساعة. حاجة الصيام تساوي 140 ضرب عدد ساعات الصيام. حاجة الاستمرار تساوي الحاجة بالساعة زائد حاجة الصيام. حاجة الصيام هي بتشمل البخر، بتشمل النزف، وبتشمل أي ضياع بالسوائل، يعني صبيب قول بالنزف بالبخر، كل هدول بنسميهم حاجة الصيام. نحسبهم، نشوف المفجرات، نشوف كيس جبل البول. في عندنا قانون بيقول لك إذا كان المريض نقسم بطن المريض إلى أربع أقسام، كل ربع بياخذ 4 ملي، 4 ملي، 4 ملي يعني كيلو جرام في الساعة. فمريض المرارة راح يكون عنده فتح هذا الربع بس، فبياخذ 4 ملي. لو فرضنا أنه المريض مثلا عنده استئصال للكلب راح يفتح النص الفوقاني، فبياخذ 8 ملي على كيلو جرام على الساعة، أي حاجة في الخارج. يعني كل ساعة راح يصير عند المريض تبخر. إذا فرضنا إنه بس المرارة هي 4، مريض وزنه عنده 400 ملي، هدول بخر في الساعة. هي بالنسبة لحاجة المريض من السوائل. مرة عندنا بس آخر طلب هو الحجم الجوي المقدم للمريض أثناء وضعه على المنفس. عند وضع المريض على المنفس احنا بنتعامل مع الجهاز التنفسي فقط، يعني عم نتعامل بشكل مباشر مع الرئتين. رئة المريض تتناسب طردا مع طول المريض وليس مع وزن المريض، الوزن الحقيقي. يلي بيتناسب مع الوزن اللي بيتناسب مع طول الرئة مع حاجة المريض من الحجم الجاري هو اسمه اي بدوين. رمزه اي بدوين. بالنسبة للسكر يساوي 50 زائد 0.91 مضروبة لطول المريض ناقص 152.4. أما بالنسبة للوزن يساوي 40.45 زائد 0.91 لطول المريض ناقص 152.4. إذا بدنا نحسب الحجم الوزن المثالي للمريض بنقول خمسين ثابت زائد 0.91 نقول طول المريض لازم نحن نكون محدد معطيه في نص المسألة. إذا مريض بدنا نعتبر طوله من حوالي 170 فقط ناقص 152.4 بيطلع معنا الجواب الدقيق حسب طول المريض. اصطلاحيا نحن بنعطي المريض البالغ السليم، مقصود بكلمة سليم انه ما عنده لا اذية في الطرق الهوائية ولا عنده اذية في النسيج الهوائي، نعطيه 500 ملي فيتر يساوي 500 ملي. طيب نحن في حال عطينا المريض 500 ملي ووجدنا ان المريض لسه عنده نقص اكسجين، بنرجع قرية ثانية هي قياس بي اي بي وقياس البي بي. البي اي بي بتمثل بي انسبيراتوري برجر، اما البي بي بتسمي منسوبة الى البلاتو برجر، ضغط الصفحة وضغط القمة الشهيقة. القاعدة الذهبية للتقوية الآلية
في ان البي باقل من 30 اقل من 30 سنتيمتر ما. احنا فينا نقول نرفع الحجم الجانبي نرفع البي عندنا احتمالات المنفسه، ولكن اهم شيء يضل البي بي اقل من 30. هاي بالنسبه لوضع المريض على المنفسه الحجم الجاري اللي عم يتلقاه المريض. نحن ما بنضبط الحجم الجاري انه بنعطي للمريض من 8 حتى 10 ملي لتر لكل كيلو جرام، غلط هذا القانون. هذا القانون بس بالنسبه لمين؟ للحجم المثالي، مو للحجم الحقيقي، للوزن الحقيقي. فبيقول لك انه مريض لا يعاني من اذيه رئه او طرق هوائيه. فنحن بنعطيه فيتا يساوي من 8 حتى 10 ملي على كيلوغرام. نرجع نقول انه الوزن المثالي وليس الوزن الحقيقي. اذا حسبنا طول المريض 170 فرضا، فرضنا طول المريض 170 راح يطلع وزنه حوالي 68 حوالي 68 و 65 كيلو. فهذا بيتحمل بين ال 500 الى ال 680 ملي. هذا المريض اللي بيتحمله. اذا كان المريض عنده اذيه رئه، اذا كان المريض عنده اذيه رئه نحن بنعطي من 4 ل 6 ملي على كيلو جرام. بس هذا القانون مره ثانيه بيقولوا انه بالنسبه للاي اي اي دي دبليو. اما اذا كان عنده اصابه بطرق هوائيه فبنعطي احنا حجم جاري متوسط من 6 حتى 8 ملي على كيلو جرام نسبة للاي دي دبليو. هي بالنسبه للاعدادات المنفسه وبالنسبه لكيفيه تخدير هذا المريض وبالنسبة للحاجة. بيه إن شاء الله بيكون تمت عملية بخير وسلامة. الحالة الثانية هي مريضة 65 سنة وزنها 120 كيلو جرام، لديها قصور قلب مع صباح، لديها كسر في الفخذ. فعندنا المشاكل هي الكسر في الفخذ وعمر المريضة بيسبب مشكلة، وزن المريضة الكبير كيف راح يتعالج، والصرع بإضافة لقصور القلب. المطلوب هو الخطة التخديرية، كيف رح نتعامل مع هذه المريضة قبل وبعد أثناء العمل الجراحي، الأدوية المطلوبة اللي احنا رح نستخدمها، كيف رح نحوط السوائل، شو هي الأدوية اللي لازم نحطها ببالنا. أول شيء كل المرضى اللي عندهم إنفاق قلبية يفضل تجنب تخدير العمل، يفضل تجنب التخدير بشكل كامل. إذا المريض انحل مشكلته بدون تخدير بيكون هذا الشيء ممتاز، أما إذا انجبرنا بنقيم الحالة. فنحن لازم نلجأ إلى تقييم الحالة من خلال استشارة من قبل طبيب القلبية، الكارديولوجي. وأحيانا الطبيب القلبية إيكو قلب. الإيكو راح يقيم إي إف، إيجكشن فراكشن، يعني حجم المصروف القلبي. حجم المخزون القلبي هو اصدق مشعر تقييم وظيفه القلب يلي هو اسمه اي اف. اي اف تساوي حجم البطين في نهايه الانبساط ناقص حجمه في نهايه الانقباض على الحجم في نهاية الانبساط. القيمة الطبيعية له نورمال ماشي هي 60-65%. إذا كان أقل هو مستحيل يطلع أكثر، ولكن إذا كان أقل معناته المريض عنده قصور في القلب. من خلال مقارنة النتائج اللي راح يعطينا إياها طبيب القلبية مع هذا الرقم رح نعرف نحن حالة المريض، هل هي في قصور قلب شديد أم قصور قلب متوسط الشدة أم قصور قلب بدرجة خفيفة. هي مشكلة قصور القلب نقيمها نحن من إي إف إيجكشن فراكشن. مشكلة الصرع
ان المريضه راح تكون موضوعه على مضادات الاختلاج. مريضه موضوعه على مضادات الاختلاج نحن لازم نتاكد من تناول المريضة للدواء، تأكد من المريضة عم تتناول الدواء بشكل منتظم. معرفة آخر نوبة صباحية هذا شيء مهم كثير. نحن بأي حالة نطلب استشارة عصبية، نطلب استشارة عصبية. أما المريضة بالنسبة لكسور الفخذ عندنا قاعدة إن كل عملية أسفل مستوى السرة يفضل أو يجب كما قال سبحانه يجب أن تتم بالتخدير الشوكي. نحن من خلال ما نجمع المعطيات هي اللي عندنا، نجمع الاستشارة القلبية ونشوف الحالة العصبية اللي عند المريض ونشوف هل في إمكانية لإجراء التخدير الشوكي إذا المريض متجاوب ومتعاون معنا أو رافض التخدير بشكل قطعي. نجمع هذول بنعرف طريقة إجراء التخدير. التخدير الأول المطلوب هو التخدير الناحي. التخدير الناحي اللي بيشمل إما التخدير الشوكي سباينال أو إنديفيدوال أنستيزيا أو حصارات الأعصاب نير ماكرز. بالنسبة للتخدير الشوكي قاعدة تقول إنه المريض مصاب بكسور قلب شديد فهذا مضاد استقرار للتخدير الشوكي. بالحالة ما نذكر هذا الشيء، لذلك احنا نتجنب انه نذكر كيفية إجراء التخدير، نذكر فقط في الإجابة انه إذا حالة المريضة القلبية دي اف يسمح بإجراء التخدير الشوكي فنحن نعمل التخدير. حسب مدة العمل الجراحي المتفق فيها مع الطبيب الجراح، انه إذا المدة طويلة أو قصيرة، يا مستخدم التخدير فوق الجراحية أو التخدير العنكبوتي. بالحاله هاي نستخدم التخدير فوق الجافية الإنفرار هو الأفضل بكثير، اللي تأثيراته القلبية أقل مثل هبوط الضغط وغيرها. في عندنا حصارات أعصاب أو الخطوة الثانية هي التخدير مع رايحين احنا نحكي عن التخدير العام، نحكي عن حصارات الأعصاب. الحصار الأول اللي ممكن إجراءه بما أن العملية على الفخذ، حق بذهن بأن العملية على الفخذ ما بننساها أبدا مشان نعرف شو هو الحصار اللي ممكن نحن نعمله واللي ما ممكن نحن نعمله. الخطوة الأولى فينا نعمل حصار عضلة الوسواس. عضلة الوسواس تؤدي إلى حصار ضفيرة القطنية. حصار الضفيرة القطنية من خلال حصار عضلة الوسواس يتم وضع المريض بالوضعية الجانبية، نستلقي المريض بشكل جانبي، هنفرض أن هذا هو عمل المريض. جهة العمل الجراحي أي قدم المريضة، جهة العمل الجراحي من الأعلى، تحديد مكان الوزن القطنية بالفقرة الرابعة والخامسة، نفرض أن هذا هو المكان. فنحن حتى نشعر بحصار عضلة الوسواس لازم نحدد مكان إجراء التخدير الشوكي فقط الرابعة والخمسة، نوصل بين الركبتين الحقوقيين نجد هون وهذا هو المكان، نطلع فوق ثلاث ساعات. بعد ما طلعنا فوق ثلاث ساعات نتجه نحو الأحد نحو الأعلى ما
من 5 هكتار من 4 حتى 5 سنوات. وبنحضر بهالمنطقة هاي المخدر الموضعي. جرعة المخدر الموضعي راح تكون من 30 حتى 40 ملي جرعة، جرعة تحميل كاملة. حتى نتأكد نحن من نجاح مكان الحقن اللي عم نحقن المخدر بالمكان الصحيح، لازم نجرب جهاز تحفيز الأعصاب نيرف ستيميليشن. النيرف ستيميليشن عند وضعه عند هاي النقطة راح يعطينا رنة. يعني الرنة هو عبارة عن حركة العضلة، وراح تتقمص كمان معنا عضلة البسواس، فهون راح يعطينا مؤشر وزيادة بالارتفاع انه يكون عندنا المريضة عم نخدرها بالطريقة الصحيحة. نحقن المخدر من اختلاطات هذا النوع من التخدير والتخدير فوق الجافية. الاختلاطات توصل لحد 10%. راح يحقن المخدر موقع الحيز فوق الجافية. هذه الطريقة الأولى من نوع الحصار. حصار الوسواس يستخدم في العمليات الكبرى على مستوى الفخذ. الخيار الثاني هو حصار 3-1. المقصود حصار 3-1 هو حصار الأعصاب الثلاثة بحقنة واحدة. يتم هذا الشيء الأعصاب الثلاثة هذول منشأهم من الضفيرة القطنية. الضفيرة القطنية هي بتعصب الفخذ. لهيك يعني كل الحصار راح يكون حول الضفيرة القطنية، إما بالتخدير الشوكي أو بالتخدير عضلة الوسواس أو بالتخدير 3-1. نحن فرضنا إنه عندنا التخدير الشوكي مضاد استضاد، بلشنا حصار عضلة الوسواس حكينا عنه، الحصار الثاني هو حصار 3-1. المريضة بطيئة الاسترقاء النظامية، الاسترقاء الظهري. نيجي لعند الفخذ. من جسم الشريان، إذا فرضنا إنه هذا الشريان موجود باللون الأسود. بنحضر المخدر الموضعي وحش الشريان. نحضر المخدر الموضعي وحش الشريان. عند دخول الإبرة راح يصير المريضة عند النزل المعدي. كمان رجفان الفخذ بالساق. هون هذا بيعطينا دليل إنه نحن بالمكان الصحيح. قبل ما نحقن نحن المخدر لازم نرفع شفطة الإبرة بزاوية 45. ونضغط على نهاية الإبرة. ونضغط على نهاية الإبرة من جهة خارج من جهة فخذ الساق. الهدف إنه نحن نضمن إنه المريضة ما راح ينتشر المخدر بعيد عن جذور الأعصاب، لما نحن ضغطنا هون المخدر راح ينتشر هيك. رح يسبب حصار للأعصاب الموجودة في هاي المنطقة. هذول الاحتمالات الوارد تنفيذهم لمريض عنده كسر بالفخذ. الاحتمال الثاني هو التخدير العام. بالنسبة للتخدير الآن مريضة عمرها 65 وعندها قصور القلب. أولا سيوبندان راح يكون مضاد استقبال حسب الحالة الطبية. يفضل احنا نتجنب السيوبندان. ثاني واحد بروبوفول. البروبوفول راح يسبب حصار ودي شديد عند المريض الطبيعي بينزل ضغطه حوالي 50%. فكيف عند مريض عنده قصور قلب؟ لذلك كمان هو هون مضاد استطلاب كمان حسب الحاله القلبيه. الثالث هو الكيتامين. الكيتامين هو الدواء المفضل لمريض عنده قصور قلب. دواء المفضل مريض عنده قصور قلب لأنه أول شيء راح يحسن
من الخصوصية القلبية نتيجة حصار المبهم تحرر كاتكولامينات. أما السبب الثاني اللي راح يسبب ارتفاع ضغط شرياني، ولكن هذا الارتفاع ما راح يكون فترة العملية الجراحية، راح يكون آني. عند زوال تأثير الكيتامين أو الكاتالار راح يزول ارتفاع الضغط. في ملاحظة طول إنه إذا كان المريض محضر بشكل جيد، مريض آخر بينزول مثلاً بجرح من 0.01 حتى 0.1 ملي جرام أو كيلو جرام مع فيتامين، جرح من 1 حتى 2 ميكرو جرام الكيلو جرام، راح يكون تأثير الكيتامين قليل جدا. الخيار الثالث هو أأمن من كل هدول هو الكيتونيدات. هو الإيزوميدات. الكيتامين هو الدواء المفضل لقصور القلب، ولكن المريضة عندها حالة سرطان، لذلك الكيتامين مضاد استطراد مطلق بهي الحالة. الكيتامين أسفل أثناء إعطاء الكيتامين للمريضة بصير في عنده التخطيط الكهربائي للدماغ نشاط مخي مخيف جدا. الكيتامين راح يفعل البؤر الاختلاجية الموجودة في الدماغ. مريض رح يتفاعل عند البؤر الاختلاجية الموجودة في الدماغ، احتمال مريض يكون عنده صرع موضوع على العلاج المحفز. مريض بنحط العلاج المحفز الصرع يراجع الطبيب، يكتب له دواء دائم لمدة سنة. خلال هالسنة إذا ما اجته أي نوبة صرعية بتقوم بإيقاف الدواء. إذا مريض كان بهي الفترة أخذ الكاتالار رح يتفاعل عنده البؤر الاختلاجية، لذلك هذا هو الدواء الغير مفضل في هذه الحالة. هو مفضل لقصور القلب، ولكن لا يجب إعطاءه عند مريض مصاب بالصرع. فهون إحنا بنقيم الحالة، إما مباشر بالسيوميدات اللي هو أقل تأثيرات قلبية، أو مباشر بالإيتوميدات. في سؤال إنه المريض يعني عنده اختلاجات او الصرع، شو تاثيرات الاختلاجات والصرع؟ تاثيرات الاختلاجات والصرع هي نقص الاكسجين الحديدي، اختلاجات مريضه بتسبب نقص اكسجين الدماغ، ونقص الاكسجين للخليه الدماغيه راح يسبب اذيه غير محسوسه للمريض، احتمال نفقد المريض من جرعة كاتالار صغيرة. فهلا بالنسبة للمخدر هو الإيتوميدات، طالما المريضة ما انذكر أي شيء بالقصة، قصة غير كلامية، ما انذكر أنه الحالة القلبية عندها غير من قصور القلب. الإيتوميدات هي الدواء المفضل لدى المرضى القلبيين. هي الإيتوميدات ما راح تسبب بالمريض لا زيادة بسرعة القلب ولا تباطؤ. تأثيرات الإيتوميدات على القلب هي شبه معدومة. المخدر المسكن طبعا في أي تخدير من عندنا ثلاث أنواع للأدوية لازم نحضرها، المخدر والمسكن والمخيف. بالنسبة للمسكن نختار الفنتانيل. فنتانيل تأثيراته القلبية خفيفة. فينا نختار أيضا مورفين. فنتانيل جرعته 1 حتى 2 ميكرو جرام. الريميفنتانيل، نلاحظ الريميفنتانيل مضاد استقرار. الريميفنتانيل مضاد استقرار، الريميفنتانيل راح يسبب توسع للأوعية وهبوط ضغط شديد. مريضة قصور القلب راح يكون عندها خلل بالمعضلة، لذلك المريضة راح تدخل بصدمة قلبية المنشأ.
لذلك العرض مضاد استطلاب، ما لازم استعمل الريبوفيتامين نهائيا في العمليات. مع ان الريبوفيتامين مفضل جدا في العمليات العظميه كونه هو اقوى مسكن. المرخيات، المرخيات فيما استخدم اتراكوليوم او سيز اتراكوليوم. مضاد الاستقطاب هو البانكورونيوم. البانكورونيوم هو مضاد استقطاب للمريض عند الآفات القلبية. بالنسبة لتحضير المريض قبل العمل الجراحي مثل ما ذكرنا بنستخدم الميازولام من 0.1 0.1 ل 0.1 ملي جرام أكيلو. بي عندنا حالة السرايب. تعود السوائل رح يرتكز بشكل أساسي على نقطتين، الأولى إنه هي حالة القلب ودرجة شدة الفصول، والثاني رقم الخضار قبل العمل الجراحي. إذا كانت حالة القلب سيئة جدا نحن ما فينا نحمل سوائل فيها. عمليات الفخذ معروفة إنه هي عمليات نازفة بشدة، لذلك بنبدأ بتعويض الدم قبل مرحلة انهزام وعوض القلب. نحن بنعوض الدم لسببين، تعويض الدم الأول زيادة الساعة العامة، الأكسجين، والسبب الثاني زيادة حجم داخل الرئة. السبب الأول هو السبب الأهم لتعويض الدم. إذا كانت المريضة عندها خصوص قلب شديد وصار عندها ضياع في الدم، ما بنستمر نحن حتى نوصل للحد المسموح في طول الدم اللي هو 20 مللي، نزف حوالي 20 مللي، ما بنستمر حتى نوصل لهذا الرقم لل 20. إذا وصلنا ل 15 مللي والعملية السماء خلصت ونحن بنعرف إنه في عندنا نزف، بنوقف تعويض السوائل وبنبدأ تعويض الدم لسببين. السبب الأول إنه فرط الحمل ما راح تتحسن، ما راح تتحمل المريضة. السبب الثاني انه احنا مقبلين على نقل دم اجباري. طالما احنا مقبلين على نقل دم اجباري للمريضة والمريضة حالتها سيئة، فلذلك احنا بننقل دم من هلا، لأني معروف انه بقاء السوائل المريضية حوالي 3 ساعات رح تبقى في الفرعية، أي سوائل بالفرعية. ننقل الدم للمريضة، نخفف على المريضة العبء القلبي. إن رح يكون مثل رقم الخضار. بالنسبة لأرقام الخضار حسب توصيات الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير حول العالم، بتقول إنه عامل المريض بثلاث حالات، خضار أكبر من 10 وخضار بين 8 و10 وخضار تحت 8. إذا كان الخضار فوق 10 فنحن ممنوع ننقل دم تحت أي ظرف. إذا خضار المريضة فوق 10 ممنوع ننقل دم تحت أي ظرف حسب توصية الجمعية الأمريكية. أما إذا كان بين 8 و10 مثلا 9 و8.5 أو 9.5 نلجأ لتقييم الحالة، نقيم الحالة، هل المريضة وصلت للنزف اللي عندنا مسيطر؟ لسه في مصادر ثانية للنزف؟ المريضة عليها مقبلة على نزف آخر؟ إذا كان الجواب نعم، إن المريضة راح تنزف ونبدأ بنقل الدم. أما إذا كان تحت 8 فنحن ننقل
الدم مباشرة. حبال تحت الثاني ورقة خطية جدا رح يسبب مشاكل تنفسية ومشاكل قلبية، ممكن يسبب رجفان وخيمة عند المريض. هي بالنسبة لعلاج الدم. أما العلاج السوائل، نحن ما نبدأ تعويض الدم لحتى يفقد المريض ما ذكرنا 20% هو الحد المسموح لضياع الدم. أما بالنسبة لتعويض السوائل، نحن نبلش تعويض حاجة الصيام ما ذكرناها وحاجة الاستمرار. رح يكون التعويض يجب أن يكون تعويضاً دقيقاً. هذا التعويض لازم يكون تعويض دقيق حتى نحن نحمي المريضة من فرط الحمل، حتى نحمي المريضة من فرط الحمل، يعني هو عند الحالة كسور القلب ما راح تتحمله وراح يصير عندنا المريضة وزمة هيدا قلبية بالنجاح. فلذلك التعويض لازم يكون دقيق حسب القوانين اللي ذكرناها من شوي. أما الأدوية اللي لازم نحطها بالحسبان، الأدوية اللي لازم نحطها بالحسبان الدواء الأول هو الدوبامين. الدوبامين بحسن التوصية القلبية بشكل كبير، يعطى بجرعة باثنين حتى الأربعة ميكروغرام على كيلوغرام عند خطة. هون بيشتغل مدر، يعني دايرته مدر فقط. أما إذا انعطى من الأربعة حتى العشرة راح يحسن الفروسية القلبية. خلال تفعيل جهاز بيتا 1. اما اذا انعطى من 10 حتى 20 ميكرو جرام كيلو جرام عند دقيقه راح يفعل جهاز الفا 1 وراح يسبب ارتفاع الضغط الشمالي. لذلك الدوبامين مفضل بالصدمات القلبيه. تفضل بالصدمة القلبية بسبب فعاليته الصافية على جهاز بيتا، وبالتالي فعاليته الصافية على الحالة. الدوبامين لازم نحطه بالحسبان، لازم ناخذ بعين الاعتبار وضع المريضة شو كانت عم تتناول قبل العمل الجراحي. إذا كانت عم تاخذ ديجوكسين، إذا كانت المريضة عم تاخذ ديجوكسين لازم إيقاف الدواء. الديجوكسين رح يسبب نقص بوتاسيوم المصل وراح يتداخل مع ادوية التغذية ويسبب رجفان في التراكيبار هايبرنيشن. لازم احنا مثل ما قلنا ما كان في جوكسين نحط بعين الاعتبار دواء الدوبامين يضل جاهز بالمحاقة، وقدر المستطاع قدر المستطاع تجنب موسعات يوميه. قدر المستطاع يجب تجنب موسعات يوميه. في حال اضطرينا استخدامها بناخذ نيتروغليسرين. النيتروغليسرين رح يخفف من حمل القلب من قبل وبعد القلب، وبالتالي رح يخفف وزنة الرئة في حال حدث عندنا وزنة رئة، وراح يزيد من الوارد للأكسجين وارد الأكسجين للقلب ويخفف حاجة القلب من الأكسجين. هذول هن الأدوية اللي لازم نحن نحطهم بعين الاعتبار، إيقاف الديجوكسين، تجهيز الدوبامين، نتجنب موسعات قوية، ونحط في بالنا النيتروغليسرين دائما. مع
عرفت القصة الدوائية للعلاج بالصراع. مثل ما ذكرنا الخطة التخديرية المفضلة هو التخدير الناحي، إما بيكون ناحي شوكي أو حصار عضلة الوسواس أو حصار الثلاثة الواحد. أما بالنسبة للتخدير العام بيستخدم فيتامينات الفندانيل ميلازولام والتحضير الدوائي. المرخي راح يستخدم الاتراكوريوم وسيناتراكوريوم وبروكوريوم. الأدوية اللي لازم نحطها بالاعتبار هي الدوبامين، لازم يكون جاهز نحفظ هذول الجرعات، والديجوكسين لازم نوقف الديجوكسين، ونتجنب موسعات الأوعية قدر المستطاع. موفقين إن شاء الله يا شباب، الله يعطيكم ألف عافية.